اهلا بيكم يا جماعه. النهارده انا كنت حابه اتكلم عن ريفيو على برودكت انا بدات استخدمه تقريبا بقالي شهرين. الدكتور عمل لي ريكومنديشن عليه وكتبه لي. هو شامبو اسمه سترونج فيل. ده يعتبر من اقوى شامبوهات اللي استخدمتها في حياتي بصراحه. هو طبي والحلو فيه ان هو كله اورجانيك، يعني كل الكومبوننتس او الحاجات المكونات بتاعته مكونات طبيعيه قوي. يعني مثلا خلوني اقول لكم في ايه. مثلا في الفيتال اوكي، في ارجان اويل اللي هو زيت الارجان، طبعا ده تحفه وجن للشعر معروفه جدا. في بلس كمان بايوتين، في جوجوبا اويل ده رهيب طبعا للنعومه بتاعه الشعر وان هو يبقى سموث كده وانسيابي. يعني في زيت زيتون طبعا لو قعدت اتكلم عنه من هنا لحد بكره مش هدي له حقه. في فيتامين دي بانتينول اللي هو فيتامين دي بلس، كمان ان هو يعتبر ان هو فيه كافيين برضو. فالكافيين طبعا احنا عارفين الكافي او القهوه مفيده جدا قوي 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 للشعر. في ايه او في كمان كيراتين، يعني هو يعتبر كمان بيستخدم عشان هيشان الشعر للاطفال، فهو لطيف جدا. بلس الحلو في العبوه دي ده شكل الازازه بتاعت الشامبو من جوه. هي بس ممكن الحاجه الوحيده اللي بتضايقني فيها ان انا لما باجي انزل مش فلكسبل قوي، يعني لازم تقعد تعمل كده 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 او تضغط جامد. هي مش فلكسبل قوي بصراحه يعني. طيب هي عباره عن شامبو يا جماعه وبلسم، فانت او انت لما تستخدميه مش هتحتاجي بلسم. هو في بلسم اوريدي يعني. الحلو فيه ان هو بصراحه بيقوي الشعر، بيعالج تساقط الشعر. انا فعلا من اول ما استخدمته وانا حاسه بتحسن مش طبيعي في الشعر اللي بيقع مني بعد الشاور. بلس كمان ان هو بيخلي الشعرايه اقوى بكتير، يعني تحس ان الشعرايه نفسها بتبقى اتخن والشعرايه بيعالج الشعرايه الضعيفه. الحاجه الثانيه برضو المهمه قوي عنه ان هو فيه ارجان وكيراتين، فهو يعتبر بيهتم بالشعرايه، بيشتغل على الشعرايه. خليني اقول لكم مكتوب فيه ايه تاني. ان هو الحاجه المهمه برضو ان هو ريبير هير دامج، اللي هو بيأثر على اللي هو الشعر المجهد الصبغه. طبعا كل الشعب المصري صبغ شعره وشعره باظ بيتحرق. كمان بيأثر على الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الشعر. انا عن نفسي خلوني بقى احكي بغض النظر عن كل الكلام دوت، ايه اللي بيعجبني فيه. ان انا لما بستخدمه بجد بحس ان شعري بقى يعني اقوى. انا حاسه ان هو حتى بيخلي ملمس شعري افضل. هو انت اول ما بتستخدمه تحس انه بينشف الشعر، بس مع الاستخدام المتكرر هتحس بالعكس ان هو حلو قوي قوي فعلا. يعني انا عن نفسي بريكومند سترونج فيل ده. هو سعره يا جماعه مناسب جدا طبعا. انا شايفه هي ممكن العبوه دي يا جماعه ممكن لو انت تستخدمها يعني مرتين في الشهر تقريبا بتفضل. يعني فضلت معايا العبوه الواحده شهر وعشر ايام او شهر واسبوعين. انت مش لازم تستخدم كميه كبيره. بعدين هو طريقه الاستخدام ان انت بتعمل مساج او انت بتعملي مساج، يعني بتدلك الشعر شويه وممكن تسيبه مثلا دقيقتين ثلاثه على شعرك. وخاصه الحته اللي قدام لو انت عندك هير لوس في الفراغات اللي هي بتبقى في المقدمه بتاعه الشعر. ايه تاني عنه؟ السعر هو كان بصراحه ب 50 جنيه، بس هو غالي شويه، بقى له مثلا حوالي 7 8 شهور. هتلاقيه في اي صيدليه تقريبا، مش عارفه بقى، بيتراوح بقى من 83 86 هكذا. يعني هو سعره يعتبر لطيف جدا ومتناول في ايدي الجميع. انا بالنسبه لي الشامبو ده احسن من كل برودكتس بتاعت الشعر التانية اللي هي الحاجات الكوميرشال اللي احنا بنشوف اعلاناتها في التلفزيون كتير جدا، زي بقى بانتين دي حاجات تعتبر مش ميديكال. اما ده كل المكونات بتاعته معروفه ان هي مكونات طبيعيه، يكفي بس زيت الجوجوبا وزيت الارجان وزيت والبيوتين وال مش عارفه ايه ايمو اويل ده، اول مره اسمع عنه بصراحه يعني، والكيراتين. فهو يعتبر 2 في 1، بلسم بلس كمان ان هو شامبو. يا جماعه يا ريت كل اللي بتفرج عليه، فعلا انا ماليش اي علاقه بالشركه عشان ده مش اعلان للشركه، بس ده ماي فيدباك او ده من خلال انا كان عندي مشكله تساقط، كان شعري بيقع يعني بسرعه، بيقع كتير جدا، وانا دكتور بس كتبه لي وقال لي ان هو حلو جدا. هو في شامبو تاني طبي اسمه لوكيتا شامبو، انا هعمل لكم ريفيو تاني عنه، هبقى احط لكم اللينك بتاعه. بس ده انا يعني اتليست جربوه 3 اشهر، لان معروف طبعا اكيد اي حد فيكم عارف ان الشامبوهات المفروض ان احنا مش بنستخدمه على طول، لا بنبدل كل فتره وفتره. يعني كل 3 اشهر المفروض ان احنا بنغير الشامبو بتاعنا. ف
فيعني هو آمن جدا طبعا على الأطفال، يعني ممكن نستخدمه للبيبيهات أو الأطفال، لأن هو كل المكونات بتاعته مكونات طبيعية جدا ولطيف قوي بصراحة. أنا بريكومند الشامبو ده، وأي حد عنده تساقط في الشعر أو عنده هيشان في الشعر أو شعره اتدمر من الصبغة يستخدمه. بلس سعره حلو قوي، يقعد معانا يعني حاجة و80 جنيه، ده يعني سوري يعني ممكن نروح ناكل أي كامبو من ماكدونالدز هيبقى أقل من كده، هيبقى سوري أكتر من كده. يعني صحة شعرنا مهم، وأكيد أي شامبو طبي مهما كان هيبقى أفضل من الشامبوهات الكوميرشال اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت، ده بتلاقيه في اي صيدليه اسمه سترونج بيل يا جماعه. ثانك يو، وان شاء الله باذن الله اعمل لكم ريفيو تاني عن برودكتس الشعر كلها as per الدكتورز ريكومنديشن. باي باي.